بينما جبنا افلام او جبنا مثلا افلام مدبلجه او مغربيه، يعني كتضيع اوقات الانسان، وهذا الشيء ما غير ممكن. خاصنا مثلا على الاقل يكون واحد برامج تكون بناءه، يعطينا مثلا برامج دينيه او برامج يعني توعيه، سواء في البيئه او في التعليم او في يعني في الاخلاق. هذو كلهم هذه محتاجه للشعب المغربي. اما باش تضيع الانسان الوقت ديالك خاوي، يعني ما عرفتش صراحه. المهم انا غير راضي على القنوات المغربيه. علاش ما يعطيوش فرصه للشباب حتى هما جايين طالعين؟ انا والله الا كنفضل بعد البارح انايا اللهم احسن ليا نشد ناس من اليوتيوب نتفرج فيهم وكنستمتع معاهم، بحال مثلا جمال الفا، انسان اللي كنشوفو هنا كيجتهد وكيستاهل انني نتفرج فيه، وكيستحق انسان اللي يعني باقي شاب طموح كيبحث كيوريك مواضيع اخرى، كي يعني ماشي بحال اذاعه كنشوفوها حنايا يعني اللي عطاتنا هذاك العام واللي عطاتنا العام اللي فات كتعطي الناس ثاني هذا العام، يعني بحال دايرين لنا ضحكه كيضحكوا علينا. وهذا هو حامض، علاش؟ حيت مقارنه مع القنوات الاجنبيه بحال ام بي سي داكشي، القنوات الاغلبيه اللي جينا نشوفوها ديال الخليج العربي، وهذا راه النيفو ديال الانتاجات المغربيه راه زيرو. انا شخصيا البارح ملي شديت تيليكوموند ونويت انني نتفرج، زعما بغيت انا نستمتع في القيسه ديال الافطار، يعني فهاد نقول لك الوقت ضاع ما بين قلب دوز من هاد القناه لهاد القناه لهاد القناه لهاد القناه، اللي كيبان لي ان نحن باقا عندنا هذيك التلفازه وباقا عندنا ديك الاذاعه اللي هي كتسمى بحال الارث. واش نقول لك انا، اولا كمغربي يعني غير راضي على التلفازه المغربيه، يعني خصوصا القنوات المغربيه سواء دوزيم او الاولى او مثلا هاد القنوات، يعني ما كتفيدش الشعب المغربي ببرامج اللي غادي يستافدوا منها، ولا شي برامج اللي غتبني لنا المجتمع. وحشومه نبقاو نشوفوا بحال هذا الشيء، خصوصا شي لقطات مخله بالحياء وحنا جالسين مع العائلات في مائده الافطار، ما تقدرش تفرج داك الشيء. شي كلمات كتصادف معاهم حشومه يتقالوا في التلفازه المغربيه، نتمناو يطوروا راسهم ويعطيونا انتاجات نفتخروا بها مقارنه مع القنوات الاجنبيه. وان شاء الله نتمناو من حتى الناس المخرجين والممثلين يوعوا بالمسؤوليه اللي عندهم. وهذا رايي الخاص، وكيبقى راه الشعب المغربي كامل ربما ينضم الى الراي ديالي والله اعلم. ونتمنى ان شاء الله تكون واحد النهضه بالاعلام المغربي، سواء يعني حتى باش نرقيو بالفكر ديالنا وبالمجتمع ديالنا، وتكون عندنا واحد 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 المكانه في المجتمع العربي، ونكونوا ان شاء الله احنا سباقين دائما للتطور وللفكر والاعلام يعني النزيه. يعني شادينا واحد الناس يعني يعني بحال تقول شي ملك ديالهم بحال هكاك، كدوز من الاذاعه لاذاعه كتلقى نفس الوجوه، كتلقى كاين احتكار ديال السوق. وهذا الشيء هذا ملي نشوف حتى المستوى حتى هو يعني اللي كيبان لي انايا هذا العام هذا يعني غادي كيطيح سنه مورا سنه. وهذا الشيء اش غادي نقول لك اولدي، كنت اسف والله العظيم الا كنت اسف. لاش؟ لان كنشوف حنايا حنا اللي كنعطيو فرصه لهاد الناس انهم يضحكوا علينا.